السلام عليكم. من بعد ما تكلمت لكم في الموضوع اللي قبل على كيفاش ممكن تعرف ان الالكتروفان الغازيه اللي فيها المشكل، اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش ممكن نبدلوا الالكتروفان بكل سهوله. واللي بغيت نقول لكم ان هاد الانواع ديال الشوفويات راه تقريبا كيكونوا بحال بحال، اللي كيختلفوا غير في الاسماء ديالهم. اما بالنسبه للبواطه الكترونيك والالكتروفان والسويتش وبلاصه الحجرات كيكونوا بحال بحال، كيكونوا دائما بحال بحال، ما عدا كيكون اختلاف بسيط. كتكون اما مثلا الكتروفان هنايا، كتكون عفوا كتكون البواطه نتاع الحجرات هذه كتكون هنا، واما هاد البواط ديال الالكترونيك كتكون لهاد الجهه، واما بلاصه الغاز كتكون في الوسط ما بينها وبين السخون. اما فاش كتحلو كتلقاها تقريبا بحال بحال، في نفس البياس نفس كل شيء. ودابا ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش ممكن تبدلوا الكتروفان بكل سهوله. اول حاجه كنفسخوا لها السويتش ديالها اللي كتكون باينه، كتقلب عليها كتلقاها خارجه منها هي هذه. كنجيو كنحلو هنا واحد الفيس، كنحاول نحتفظو بيه ما يتلفناش، وكنجيو الجهه الاخرى عشان كنلقاو فيس اخر كنحلوه. كما كتبان لكم هنايا كنحاولوا نحيدوها بشويه حيت راه كاين واحد الجلده، هاد الجلده هادي ردوا مع البان باش يطيح. هي ديك التروفان ديالنا هادي، ملي كتخسر ما كتبقاش تطلق الغاز، كتبقى ديما مسدوده، يعني ملي كديماري كتكون عندها علاقه بهادي. كما كيبان لكم هنايا ملي كديماريها كتدفعها كتلصقها نتوما، كتطلقها كتطلق، كتعاود تدفعها هي لصقات، كتطلقها كتطلق. ملي كتكون خاسرة واخا كتخدمها ما كتلصقش، وهكا ما تلصقناش هكا، ولكن الا كانت خدامة هكايا هانتوما كيما كتشوفو. واللي بغيتكم تلاحظوا معايا ان هاد الالكتروفان ديال الغاز فاش كتبغي تبدلها وتجيب واحده اخرى بحالها، ردوا البال بان راه كاين اللي كيكون فيها غير جوج خيوط وكاين اللي كتكون فيها ثلاثه خيوط. هادي كما كيبان لكم معايا فيها خيط كحل وخيط احمر وخيط اصفر، وعلى حسب كل شركه. المهم كتكون الاغلبيه ردوا البال على حسب الخيوط باش تركب لكم مع هادي. وانتم فاش كتجيبوها كتعاودوا تردوها كما كتشوفوا معايا، ماشي مشكل كما رديتوها، يا اما تردها هكا ولا هكا بحال بحال، يعني انا بقول لها حيدتها هكا. دابا ولا بغيت نردها لهاد الجهه نردها، ما كاينش المشكل. المهم اللي كتشوفوا معايا غير يكونوا الخيوط بحال بحال، وردوا البال لديك الجوال اللي كيكون تمايا باش ما يخلاش تبقى تبيردي الغاز باش ما تشكلش عليكم شي خطر. كنردو الفيس الاولاني غير بشويه، مكنزيروهش كامل، كنحاول ناجيستيو في بلاصتو، وكنديرو الفيس الثاني. عاد كنزيرو في خطره، كنزيرو الفيس الاخر اللي كنا غير حطينا هي جوستينه، كنزيرو مزيان، وكنردو الخيوط ديالنا في بلاصتهم، وكنسيوها كنشوفو واش راه خدامه ولا ما خداماش. كما قلنا ديك التقطيقه من بعد التكتيك كما كتسمعوا معايا. كما لاحظتوا معايا ما استغرقناش 5 دقائق باش بدلناها، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله في مواضيع جديده ان شاء الله. واللي عنده شي تعليق يخليه لي في بلاصه التعليق، وما تنساوش تابونا في لاشين ديالي اللي هي بلومبي مهدي. وشكرا لكم، ان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر.